الاجتماعية السادة الأمناء العامون في العلم في البحث في المعرفة والتقدم. أبنائي طالبات أبنائي طلبة حضور الصلاة والسلام الأتمان الأكملان. نحتفل بهذا اليوم والذي سنكرم فيه مجموعة من الطلبة والطالبات المتفوقين خلال سنوات الدراسة سواء على مستوى الليسانس أو مستوى الماستر، حيث أن جامعة قازي مرباح ورقلة سيتخرج منها قرابة 5000 طالب في الليسانس وما يفوق 2000 طالب بسيكل أو مستوى الماستر. الحمد لله، يعني المشاريع في إطار 1275 التي نادى بها السيد رئيس الجمهورية وكذلك احتضنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وألح عليها السيد الوزير ماشية في إطار منظم، وكان تسجيل ما يفوق 800 مشروع، وإن شاء الله كل هذه المشاريع ستبلور وتخرج إلى سوق العمل بمشاريع مؤسسات إن شاء الله. تم تكريمي الأولى في دفعة هندسة تكرير وبتروكيمياء، الحمد لله. من مبارك لجميع الخريجين والخريجات سنة جامعية 2023-2024، العاقبة للنجاحات أخرى والدكتوراه إن شاء الله. مع وقوف الجامعة والأساتذة والطلبة نحمد ربي أنه وصلنا لهذه المرحلة.